خريطات جميلة بزاف. قلنا أن السماء تمطر عليك دعوات مختلفة ستجعلك تقضي أوقات ممتعة، ستفرح، ستضحك، وكذلك لبناء شيء جديد في حياتك. فيما يخص يعني من الناحية العملية والمهنية، ربما ستبدأ عمل جديد أو عمل آخر، وكل هذه الأشياء التي ستحدث لك ستخرجك من دائرة مظلمة كنت فيها. واخا أنت ستبدأ مرحلة إيجابية، هنا تغيير كبير بزاف، ستبدأ مرحلة إيجابية ستولد مداخل مادية مهمة. واخا يعني مداخل مادية مهمة. كذلك تقول لك هذا الكارت، لا يعني لا تضيع المال، لا تكن مجنون، لا تضيع المال، وحاول الحفاظ عليه والاستثمار بحكمة، وكذلك خصص يعني مقدار معين للصدقة ومساعدة المحتاجين. فالرزاق كان كريم معك، الرحمن دائما كريم معنا، لكن معك بشكل خاص عزيزي برج الحمل، لذلك أنت كذلك السماء ترسل لك هذه الأفراح وهذه الهدايا، فأرسل أنت أيضا، أنت أيضا أرسل كارما جميل، فهذا سيعود لك من جديد ومضاعف. هذه هي القاعدة السماوية. البعض منكم فيما يخص الحالة العاطفية في حالة حزن كبيرة وشديدة، لأن ربما الحبيب رحل من حياتك، ربما ابتعد، نعم ابتعد، نعم هذا الحبيب رحل وتركك في معاناة كبيرة. الله الله، ما علاش علاش يا ربي علاش. المهم هذا الحبيب قلنا أنه رحل، لن نركز عن الأسباب، لكن ربما يعني تدخل شخص آخر، لكن هذا الحبيب يحبك، حذاري، هذا الحبيب يحبك، وهو ابتعد وهو يحبك، ربما أخطأ أو يعني مهم هذه الأشياء التي تحدث أحيانا، واخا، لكن هذا الحبيب ابتعد وهو حزين، ابتعد وهو يعرف أنه يحبك. لكن لأركز على طاقة عزيزي برج الحمل، أنت هذا الحبيب، فيما يخص الحبيب قد تكون طاقته مائية أو هوائية، مائية سرطان عقرب وحوت أو هوائية ميزان جوزاء ودلو. كما قلنا هذا الحبيب رحل من حياتك، لكنها ليست نهاية العالم، بل الحياة تستمر، هذا ما تقوله هذا الكارت. أنت تبدأ حياة جديدة، وتكرر الكارت تتكرر، يعني معناها أنت ستبدأ حياة جديدة، فالحياة تغيير مستمر، وأنت لك خيارين جوج، إما أن تعيش هكذا في عذاب، إما أن تعيش في عذاب يعني في طاقة سلبية ومدمرة، أو أن تكون مثل الشمس، يعني الفرح الدائم والنور الدائم، أن يعني أن تكون ذبذباتك عالية، يعني أن تكون طاقتك إيجابية. لماذا؟ لكي تجلب ما تتمناه حقا، وأن تعيش في يعني في الحياة التي تريدها، واخا، ليس في اليأس والدموع والحزن والتفكير المستمر. لا، فيما يخص هذا الحبيب الذي ابتعد، هذا الحبيب بعدما فعل، يعني بعد ابتعادي، بعدما فعل، الآن هو يفكر، هو نادم، هو يريد العودة. تخلوني نسيت الكارت، شوفوا، يريد بداية معك، يريد بداية معك، شوفوا الأخير، كارتات جميلة. هذا الحبيب يريد أن يبدأ بداية معك، وهو يعني تغير، هذا الحبيب هو يراك أنت إنسان ناجح، لا تستسلم، لا تنهار، وتمتاز كذلك بطاقة، وحتى وإذ لم تكن هذه طاقتك فعليكم تغيير الطاقة، الله يخليكم، استمعوا لإيمان.
وأخاها نحن نتكلم عن شهر أكتوبر والأشياء تتغير، إذ لم تكن هذه طاقتك فاستمع لإيمان وغير الطاقة وسترون ماذا سيحصل. هذا الحبيب سيراك ناجحا، سيراك قويا، لم تنهار، وكذلك أنت تمتاز، لأن هناك عندي قرطة روحانية جميلة، أنت تمتاز بنقاء قلبك، يعني نقاء سماوي، يعني أنت متسامح صادق طيب، وستتحرر من هذا التشبث فيما يخص الحبيب. اتركه يرحل، سلامة، مشى ضيعه، لكن نحن نتكلم عن الطاق، يعني اتركيه لاشي، واخا، لأنك أنت مربوط يعني عقليا وروحيا مربوط بهذا الحبيب ومسجون، لذلك عليك أن تتحرر عقليا، لأن أنت لديك، أنت حظك سعيد عزيزي، وأنت إنسان ذكي بزاف، وشوفوا ماذا ينتظركم، الأفراح، وأنا قلت ذلك في البداية، لديكم كارتات جميلة جميلة بزاف، كل ما عليكم هو أن تتركوا التفكير جانبا وأن تركزوا في حياتكم، وخلي أن حياة جميلة تنتظرك. أشكر الخالق وافتح الباب، افتح الباب بهذا المفتاح الموجود بيدك، هذا المفتاح الذهبي، شوفوا كارتات جميلة بزاف، واخا. أرى أيضا ربما سيصل إنسان، شخص آخر إلى حياتك من برجه ناري، واخا، ربما حمل مثلك أو قوس أو أسد، سيصل إلى حياتك، لذلك أقول أن الحياة أنت ستكون محظوظ، أنت ستلمع مثل الشمس في هذا الشهر، لديك كل العناصر لتكون قويا وسعيدا. عندي واحد القرطة كبيرة، وهنا يتكلم عن حب كبير جدا، لا أدري إذا كان هذا الحبيب الذي تفكر فيه أو الحبيب الجديد، لكن هذا تتكلم على أن هناك حب كبير في حياتك، وأن كذلك تعني أن الحب السماوي يهيب لك ما قلته في البداية، وخا، الرزق والبركة، لذلك أنت ستلمع هذا الشهر عزيزي برج الحمل، وحبيب الماضي سيعود نادما لأنه يرى فيك هذه الذبذبات العالية، وكما قلت نحن نذبذب، يعني الذبذبة تكون عالية وإيجابية فنجذب كل ما هو جميل وإيجابي، وإذا كانت العكس فنجذب كل ما هو سيء وسلبي. وشيء آخر هو أنك عزيزي فهمت أنك لا يمكنك أن تسيطر على القدر، والتدخل يعني في رسم الخرائط السماوية الإلهية، لكن عزيزي يمكنك أنت، كل شيء بيدك، يمكنك أنت أن تلونها بالألوان التي تريدها، بالأصفر، بالأحمر، بالأخضر، وخا، أنا أرى الكثير من الألوان، حياة جميلة، يعني ستعيش مسرات وأفراح في هذا الشهر من كل الأنواع، لكن عليك أن تغير هذه الطاقة، وأنا إيمان أنصحكم ب كالميفو اسوايي زين، يعني الهدوء، السلام، السكينة، يجب أن تملأوا أرواحكم بهذه الطاقة، طاقة السلام. كانت قراءة عجيبة عزيزي برج الحمل، وهنيئا، جميلة جميلة جدا. غادي نشوفوا ما هي النجاح، وشوف الله النجاح، خصص وقت للتفكير في كل ما وصلت إليه، واخا، بفضل مجهودك، لأنك أنت تنسى بسهولة كم، يعني أين بدأت وأين انتهيت، يعني نسيت الطريق، يعني كان طريق طويل وفيه تعب ومجهود، واخا، لذلك أنت وصلت للنجاح. وماذا تقول لك؟ ماذا قالته إيمان؟ أشكر الخالق على هذا السفر العجيب الذي نسميه الحياة، الحمد لله. هذه كتقول لك الاجتهاد والعمل والمثابرة والصبر هي مفاتيح النتائج الإيجابية، شوفوا على يعني كل ما قلته لكم، لا تخف في هذا الوقت،
يعني المحبة والحماية السماوية بجانبك. كن واثقا، يعني ثق بالله وتقبل الحب السماوي. شوف يعني كل ما تكلمنا عنها أنت ستدل مع هذا الشهر، واترك الخوف يرحل. نعم يرحل، واترك الخوف يرحل من حياتك. كانت قراءة جميلة وعجيبة، برافو. أنا سعيدة بزاف لي من أجل برج الحمل. أعتقد لا تحتاجون حتى لأن أدعو معكم، لكن غادي ندعي معكم. كانت منا يا الله أغمر قلوب كل أبراج الحمل المتواجد في هذه القناة الجميلة كوسميك لوف مع إيمان. أغمر قلوبهم بالحب، بالوئام، بالسلام، بالسعادة، بالخير والطمأنينة يا رب الحبيب. شكرا لكم وبسلامة، إلى اللقاء.